القمة العربية التي ستنظم بتونس يوم 30 و 31 مارس زرنا الأشغال متاع قاعة المؤتمرات والأجهزة الجديدة وأريد بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل بلدية تونس وكذلك أيضا رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وكذلك أيضا كل الوزارات الحكومة التونسية لأن استضافة القمة وماهوش لرئيس الجمهورية لكل الشعب التونسي بتمامه وكماله وأنا سعيد وأن التحضيرات اللي انطلقنا منها منذ بعض أشهر واللي الآن تقريبا وصلت إلى نهايتها ونشكر أيضا أصحاب المهن اللي شاركت في إنجاز هذا الإنجاز اللي مش يعطي صورة يعني مشعة لتونس إن شاء الله لكل الدول الشقيقة وكذلك أيضا للضيوف اللي مش يزوروا سواء كان من وسائل الإعلام أو من غيرها ونعتقد أن الشيء اللي تم هو شيء مشرف وسيعطي تونس يعطيها صورة لامعة خاصة في الأشغال اللي وقعت حتى في الطرقات أو في الإقامات اللي معناها خذوا بهجة جديدة ونشكر أيضا المقاولين اللي شاركوا في العمل هذا وهذه تونس وقت اللي كل الأصناف والأطياف تكون متضامنة وتعمل بتنسيق مع بعضها النتائج تكون من هذا المستوى إن شاء الله هذا درس ياخذوه حتى رجال السياسة أن في المستقبل احنا توا قادمين على سنة انتخابية إن شاء الله معناها الناس كل تشارك فيها والشعب التونسي بتمامه وكماله يجي ويصوت للناس اللي حاب يختارهم اللي حاب يختارهم يعني الناس كلكم يعني متبوبه للمشاركه في هذا انا على كل حال ندعو الناس كل انا رئيس الناس كل وبنفس المسافه بالنسبه للكل سواء كان احزاب او غيرها او جمعيات او مجتمع مدني من فضلكم الكل راهو تونس نتاعكم ما نتاع حتى حد تاع الناس كل وما نحبوا نقصيه حتى حد وما يلزمش يقع اقصى حتى حد ان شاء الله على كل حال نعطيه في السنه هذه يعني تونس مظهر وحده ومظهر تعاون ومظهر يعني الدوله التي هي فوق الجميع يعني من تو 3000 سنه تونس عندها دوله الرجال تمر والاحكام والحكومات تمر وتبقى تونس ان شاء الله عالمها يعني فوق الامم بارك الله فيكم.